هو اللي خلى المدرب ينهض ربما حتى ليكون الإنذار على الأقل من بعيد. أكيد أكيد صراحة يعني ما تصرف مثل هذا ما يعني ما نشوفش. رانسار الأهلي برج مازالوا يتذكرون الخطأ الذي ارتكبه في اللحظات الأخيرة أمام فريق مولودية طهران، والمولودية كانت قريبة من إضافة الهدف الثاني من الخطأ الذي ارتكبه الشوش. على كل اللاعب بإمكان قادر أنه يخطئ في أي لحظة، ولكن أحيانا اللاعب أيضا يطالب بالتركيز. كرة تصل لشوشي، محاولة إشراك شوشي في اللاعب كرته طويلة ناحية كيتون على الجهة اليمنى، صعود كيتون ثم تهدية اللاعب والعودة إلى الوراء، البحث عن ديارة برأسية ديارة، ولكن عروسي كان قريب منه. ابن المختار يتفوق بالمختار، العودة ترجع لشباب قسنطينة على كاكامبيكا، تغيير الإدارة ربما في الشوط الثاني. أرضية الأهلي هي أرضية الميدان الزلجة، بالقاسم الخطير جدا ينطلق بالقاسم، وبالفعل خطأ في اعتراض وفي خطأ، وغربال كان قريب من اللقطة ومن اللاعبين ويعلن عن خطأ للاعب بالقاسم عبد الفتاح لما تكون عنده الكرة هنا، وكأنه مرعب يعني يرعب المدافعين ويتنقل وينطلق بقوة والبحث عن المراوغة ويضيعش كورتو، يحافظ على كورتو، وخطأ خطأ وخطر مثل هذه الكرات. هناك لاعبين من لديهم مقومة التسديد في تشكيل فريق شباب قسنطينة. هو أبدى اللاعب أبدى بإمكانيات هجومية ممكن يخدم فيها الفريق سواء جماعيين أو حتى فرديين، فحتى في كل مرة تلاحظ أن الطريقة اللي يتعامل بها شباب قسنطينة وهي شيء مدروس في التمرين واضح جدا، كيف تكون الانطلاقة من الوسط على الجهة اليسرى أو حتى الجهة اليمنى، لكن أكثر شيء على الجهة اليسرى. لماذا؟ لأن المقومات اللاعب على الجهة اليسرى أكثر منها على اليمنى، وممكن بالطريقة هذه يعني أن احنا عندما نلعب على الأطراف نطلب دائما السرعة على السرعة في التنفيذ، سرعة في الأداء، ولهذا نظن يعني هذه تكون يعني خطورة. لو نأكد دائما أن الكرة الثابتة ضروري جدا أن تكون ملعوبة، ما ترميها وتخليها يعني القوة البدنية أمام الكرة. حداد وأيضا اللاعب العملي السيدعي، حداد والعملي من خلال الدوري العملي هو الذي سيسدد، والحكم غربال يوقف اللاعب المؤذن والذي وقع على أرضية الميدان لاحتكاكات الصراعات. طبعا صعود كل عناصر فريق أهلي برج بوعريش، كل اللاعبين في منطقة الحارس الشوشي، وكل متخوف من هذه الكرة. هل سيسدد حداد أو العملي سيد علي؟ من سيسدد؟ من سيصوب؟ وننتظر حداد أمام العصفورة. هل حداد أو بالفعل حداد؟ الكرة ممتازة بعيدة بعيدة تمام في وقت الإطار، والحكم غربال يمنح خطأ لدفاع فريق أهلي برج بوعريش. تستغل متلفت بالطريقه والكيفيه اللازمه من اللاعب حداد فؤاد. انا نقول دائما الكره الثابته ضروري ان تكون مدروسه، لان في الكره الثابته هي اللي تفصل في بعض الاحيان عندما يكون اللاعب مغلوق، صعب انك تمر بالكره بينيه في العمق، ضروري كره ثابته مثل هذه تكون مدروسه، ممكن تكون ملعوبه صحيح تخطا بها واخطاؤك يجب ان تكون قليله وغير قاتله. انا ما نقولش خطا، ولكن كانت فرصه امام حداد لازعاج الحارس فوزي شوشي. الدقيقه الاخيره، النتيجه تبقى متعادله لحد الان بين شباب قسنطينه واهلي برج بوعريش هنا بملعب 20 اوت بعاصمه البيبان. قراءتك للشوط الاول وتقييمك للشوط الاول يا عبد العالي من خلال الفرص المتاحه للفريقين، النتيجه هل هي منطقيه 0-0؟ ما هو تقييمك للاداء العام للفريقين؟ نشوف ان فيه تفوق نوعا ما مو كثير يعني بالنسبه لشباب قسنطينه على اهلي برج بوعريش، لان اهلي برج بوعريش بالنسبه للنشاط الهجومي تاعه منعزل كثير، اللاعب المالي ديارة منعزل كثير عن اللعب، بالرغم اني ملاحظ بعض اللاعبين مثل عثماني، مثل اللاعب رقم 7 اللاعب دراوش عنده يبان عنده امكانيات ومهارات يعني ممكن فرديا ممكن يعمل فارق، لكن ما استغلوهم كثير يعني، لانك تلاحظ ان
النشاط الهجومي تاعهم منعزل شويه على غرار شباب قسنطينه، لان مدروس يلعب على الخلف ينطلق في كرات مرتده، وكان ممكن يعني من ثلاث كرات كان ممكن يعني يصل للشباك شوشي. ودقيقه واحده كوقت بدل اعطاء وقت البدل تاع احتسبها الحكم الغربال، ولكن بالنظر الى اداء الفريقين في الجوله الاولى كنا ننتظر ربما اهلي بورسبور يكون اكثر خطوره من شباب قسنطينه، كنا ننتظر ربما شباب قسنطينه اقل يكون مردوده اقل، ولكن تفاجأنا بالمردود الجيد للشباب قسنطينه في المرحله الاولى، وتمكن من فرض اسلوبه وطريقه لعبه هنا امام اهلي بورسبور. طبعا كشخصيه بطل ضروري يعني هذا حتى هيبه الفريق هيبه الدوري تخلي يعني عندما تفرض نفسك في في في, في بدايه المباراه البريه بشكل عام. نريد ان نرى هذه الحيوانات تزدهر. لاحظت الجناح برضه فريق شباب قسنطينه، يعني كل عناصر شباب قسنطينه في منطقته اجل تفادي الخطا والعفو في اللحظات الاخيره وخروج من ليمان. ليمان وسوء تفاهم بينه وبين زميله اللاعب زعلان، ويبقى ليمان واقعين على ارضيه الميدان. ما فيش ما كانش قراءه، ما فيش ربما حوار.